ترعى الأمم المتحدة الاحتفال بيوم دولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد، وهو يوم توعية سنوي يقام في 22 من أغسطس من كل عام، باعتباره جزءاً من جهود المنظمة الأممية لدعم حقوق الإنسان المتعلقة بحرية الدين أو المعتقد. ولكن ما الذي دفع الأمم المتحدة لاتخاذ هذا القرار سوى العنف الطائفي والنزاعات القائمة على أساس ديني والمجازر التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية كداعش وجبهة النصرة وغيرهما من المفرزات الإخوانية في منطقتنا على وجه الخصوص؟ وهنا لابد من عودة للتاريخ. كانت المجازر التي وقعت ضد الأرمن عام 1915 آخر أشكال العنف المنظم القائم على أساس الدين أو المعتقد في فضائنا الإسلامي. بعدها ولفترة طويلة انحسر هذا النمط من الجرائم المروعة إلى أن ظهرت تيارات الإسلام السياسي مطلع ثمانينيات القرن الماضي، فكفروا المجتمعات الآمنة وعاد الإرهاب ليحصد أرواح الأبرياء. انتصرت الدولة الوطنية في مصر وسوريا والجزائر وهزمت المشروع الإخواني الذي كاد يعصف بسلمها الأهلي، فاستقر الحال إلى أن عادت تنظيمات الإسلام السياسي برعاية دولية لتهدم المجتمعات الآمنة راكبة موجة الربيع العربي عام 2011. إخوان في مصر وحوثيون في اليمن ودواعش في العراق وتشكيلة من المفرزات الإخوانية في سوريا وأتباع ولاية الفقيه في لبنان، ثم كان أن انحسر المد الإرهابي مع خلع الإخوان المسلمين عن السلطة وانهيار مشروعهم السياسي. ولكن قصص ضحاياهم الأبرياء دفعت الأمم المتحدة لتخليد ذكراهم عبر يوم دولي أقرته جمعيتها العامة عام 2019. فبموجب قرارها رقم 73-296 يوم 22 من أغسطس أقر اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد، الذي يدين بشدة أعمال العنف والإرهاب التي تستهدف الأفراد بمن فيهم الذين ينتمون إلى الأقليات الدينية على أساس الدين والمعتقد أو باسمهما. وأدانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كافة أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب والتطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب بجميع أشكاله أينما ارتكبت وأياً كان مرتكبوها وبصرف النظر عن دوافعها. وكررت الدول الأعضاء تأكيدها على أن الإرهاب والتطرف لا يمكن ولا ينبغي ربطهما بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية. إن مفاهيم الكراهية والعنصرية والتطرف ليست مفاهيم تنتمي إلى الماضي، بل هي مفاهيم عابرة للزمن، يمكن لها أن توجد متى وجدت المقومات التي تسمح بانبعاثها. ولكن هل يكفي تخليد ذكرى الضحايا في احتفالية أممية لإنصافهم؟ هل يمنع ذلك تكرار الجريمة؟ بالتأكيد لا، فما يمنع تكرار الجريمة وينصف الضحايا هو السياسات الجادة والمسؤولة والإلزام الصادق لكل دولة من الدول بتعزيز التعايش الديني والتنوع الفكري بوصفه عامل ثراء وقوة.